التمييز في هذه الحصة عشان تقف على بركة الله في المحور الجديد. إذا المحور وظائف التغذية، إذا درس عدد واحد هو الحاجات الغذائية للإنسان. الدرس نتاعنا بالوثيقة الأولى، الوثيقة عدد واحد، تناول الأغذية. هل إذا هناك سؤال، هل يلبي حاجات الجسم؟ زي تقرأنا المعتقد أن إن الكائنات أحادية الخلية مثل البراميسيوم والأميبا تتزود بالأغذية وبالأكسجين من محيطها المباشر وتطرح فضلاتها في هذا المحيط. لننظر في وضعية خلايا جسم الإنسان كالخلايا العضلية مثلا، إنها لا تقوم بتبادلات مباشرة مع المحيط الخارجي، بل تقوم بالتبادلات الضرورية لحياتها ونشاطها مع المحيط الداخلي المتمثل في الوسط الداخلي للجسم، وهو الوسط الخارج الخلوي. الدم والسائل الخلالي الذي يحيط مباشرة بخلايا الأنسجة. والسائل الخلالي الذي يحيط مباشرة بخلايا الأنسجة. إذا من خلال النص المقدمة ذا لاحظوا أن كل الكائنات الحية، إذا من بينها الكائنات أحادية الخلية، وهذه بالصوت تبع الذاتي، إذا يمكن تصنيف الكائنات الحية إلى كائنات أحادية خلية مثل البراميسيوم والأميبا، وكائنات متعددة الخلايا مثل الإنسان. إذا كل هذه الكائنات الحية تحتاج إلى التغذية. إذا التغذية كما تلاحظوا هي وظيفة حياتية عند كل الكائنات الحية. وهذه الكائنات الحية تتغذى وتطرح فضلاته في المحيط الذي تعيش فيه. ونشاطها مع المحيط الداخلي المتمثل في الوسط الداخلي، إذا الوسط الداخلي جسم الإنسان أو جسم الكائنات الحية. وهو الوسط الخارجي الخلوي، الدم والسائل الخلالي الذي يحيط مباشرة بخلايا الأنسجة. إذا يحيط بخلايا الأنسجة الدم والسائل الخلالي، مش حابب تعرفوا ما هي وظيفة الدم وهي وظيفة السائل الخلالي. به نمر مباشرة إلى الوثيقة الموالية. إذا الوثيقة عدد 2، الأجهزة التي تؤمن وظائف التغذية. إذا هناك كما تلاحظوا العديد من الأجهزة، الجهاز الهضمي، جهاز الدوران، الجهاز التنفسي والجهاز البولي. إذا كل هذه الأجهزة تؤمن وظائف التغذية. لذلك لماذا لم نقل وظيفة التغذية؟ إن وظائف التغذية، لأن هناك العديد من الأجهزة التي تؤمن إذا التغذية. ليس جهاز العديد يعتقدون أن عندما نقول تغذية مرتبطة أساسا بالجهاز الهضمي فقط، غير صحيح. إذا التغذية مرتبطة بالعديد من الأجهزة، الجهاز الهضمي والجهاز الدوران والجهاز التنفسي والجهاز البولي. كل هذه الأجهزة إذا مش نحاول نتعرف عليها في دروس سابقة لاحقة، كل هذه الأجهزة تتدخل في التغذية. واضح؟ إذا نمر مباشرة الحاجات الغذائية للإنسان. إذا لدينا كما تلاحظ هنا أكلتين، أكلة تقليدية تونسية الكبسي المعروف متداول أكثر شيء عنا، والوثيقة الموالية أكلة سريعة من المستجدات في تغذية الشباب خاصة. إذا الأكلة السريعة أصبحت أكلة منتشرة ومتداولة عند العديد. نعم. إذا نسأل سؤال هام جدا سن حمدي، سؤال جبنا عليه حمدي. حمدي، ماذا تحبذ من هذه الأكلتين، الأكلة الأولى التقليدية والأكلة السريعة؟ مسيو، الأكلة التقليدية. لماذا؟ أعطينا تفسير. مسيو، على خاطر تشمل كل أنواع الطعام. أنواع الطعام من خضروات و... لماذا لا تحبذ الأكلة السريعة؟ لأنها لا تحتوي على العناصر الأكلات مثل العجين. إذا نشوفوا رأي آخر. ماذا تحبذين؟ الأكلة السريعة. الأكلة السريعة. الأكلة السريعة لماذا؟ الأكلة أشهى وألذ. ألذ. معناتها ألذ من الأكلة التقليدية. في نفس المكونات الغذائية المتواجدة في الكسكسي، أما أحبذها هي. أنت تحبذين الأكلة السريعة. إذا. نعم. إذا أصبحت هذه الأكلة السريعة من الأكلة التي محببة عند أغلب الشباب. سوف نحاول نتعرف على ما هي مساوئ الأكلة السريعة. لاحظوا جيدا الوثيقة يا آلاء، الوثيقة الخامسة. هناك في العالم ما يسمى بسوء التغذية. إذا ينتج عن سوء التغذية أمراض وهي عديدة. من بين هذه الأمراض نذكر الكواشري كور والكساح، إذن خاصة في القارة الإفريقية وهي أكثر القارات جوعاً،
تعرفوا معناتها هي في كل تقريبا دقيقه، في كل دقيقه هناك شخص يموت جوعا. اذا تعرفوا فما اشخاص معناتها يموتون جوعا كل يوم. نعم. اذا هناك مجاعه في العالم خاصه في القاره الافريقيه نتيجه الجفاف ونقص في الغذاء. هناك وكما تلاحظوا ذكرنا منذ حين هناك امراض نتيجه سوء التغذيه. واضح؟ اذا باش نحاول نتعرفوا على الامراض الذي سبب في سوء التغذيه. به نشوف مع بعضنا الاشكاليه. اذا نفكر الكل نفكر في الاشكاليه. كيف نصنف الاغذيه؟ صحيح، كيف نصنف الاغذيه؟ هذه اشكاليه. ماذا ايضا؟ كيف يمكننا تغطيه الحاجه الغذائيه؟ كيف يمكن تلبية حاجيات جسم الإنسان؟ مسيو. ما هي أمراض سوء، ما هي أمراض سوء التغذية؟ ما هي أمراض سوء التغذية؟ صحيح. هاي البقية. المكونات الأساسية للأغذية. ما هي المكونات الأساسية للأغذية؟ صحيح. محمد. كيف نحضر، كيف نحضر حاجيات الغذائية للإنسان كي لا يصاب، كيف نحضر حاجيات الغذائية للإنسان؟ صحيح. ما هي الإشكالية؟ ما هو مفهوم سوء التغذية؟ ما هو مفهوم سوء التغذية؟ شوف معنا الإشكالية. باهي قرانا الإشكالية. كيف يمكننا تأمين الحاجات الغذائية لعمل الجسم وصيانة نموه دون إفراط ولا تفريط؟ إذا كيف يمكننا تأمين الحاجات الغذائية لعمل الجسم؟ إذا الجسم يحتاج إلى أغذية، إذا كيف يمكننا تأمين الحاجات الغذائية لعمل الجسم وصيانته ونموه دون إفراط ولا تفريط؟ إذا هناك قاعدة لا إفراط ولا تفريط. إذا الإفراط له عواقب والتفريط إذا كيف له عواقب بالنسبة لجسم الإنسان. إذا نبدأ بالعنصر الثاني، تحديد تركيبة غذاء متداول. إذا بين الأغذية المتداولة نذكر الخبز، ممكن نختار غذاء آخر ليس بالضرورة الخبز، ممكن نختار الحليب مثلا. إذا مش نعتمدوا نشاط واحد صفحة خمس، نشاط واحد صفحة 57. إذا مش نبدأ بالعنصر الأول A، كيفية إبراز المكونات الأساسية للأغذية. إذا كيفية إبراز المكونات الأساسية للأغذية، إذا تعرفون جيدا الأغذية تحتوي على العديد من المكونات. من بين هذه المكونات نذكروا الأملاح المعدنية. نختاروا بعض الأمثلة. لاحظوا جيدا. إذا كيف يمكن الكشف عن أملاح الكلور مثلا؟ أملاح الكلور. الكشف أملاح الكلور نستعمل كشف كيميائي وهو محلول نيترات الفضة. إذا محلول نيترات الفضة الخاصين تاعو هذا المحلول نيترات الفضة يتأثر بالضوء. لذا لابد من تغليفه بغطاء أسفل. إذا كان معناتها نيترات الفضة نخليه في الضوء راهو يتغير اللون تاعو. إذا لذلك لابد من تغليفه بغلاف أسفل. ما هي النتيجة المنتظرة هنا؟ إذا مرصب أبيض يسود في الضوء. أقرأنا آلاء المعادلة. أملاح الكلور مع محلول نترات الفضة رصب أبيض يسود في الضوء. إذا أي غذاء نضيف له نترات الفضة، إذا كان في البداية تحصلنا على رصب أبيض ثم هذا رصب أبيض تحول إلى أسود في الضوء، فهو نستنتج أن هذا الغذاء يحتوي على أملاح الكلور. إذا نمر إلى معناتها من بين الأملاح المعدنية باش نحاولوا نختاروا أملاح الكالسيوم. إذا محمد شريف. أملاح الكالسيوم مع محلول أكسالات الأمونيوم ينتج عنه رصب أبيض. محلول أكسالات الأمونيوم. ريتا محمد هذوما الكوش كيميائية لازم نحفظهم، لازم نحفظهم. هذه مشكلة كبيرة برشا تلامذة، برشا تلامذة ما يحفظوش الكوش. إذا للكشف عن أملاح الكالسيوم نستعمله كشف كيميائي وهو محلول أكسالات الأمونيوم. إذا محلول أكسالات الأمونيوم لا لون له، ما عندوش لون. فهمنا؟ إذا النتيجة نحصل عليها هي رصب أبيض. لاحظوا جيدا في كلتا الحالتين الكشف عن أملاح الكلور أو أملاح الكالسيوم، في كلتا الحالتين نتحصل على رصب أبيض. ولكن عند إنجاز التجربة، إذا عندما نضع أنابيب الاختبار في الضوء بالنسبة للأملاح الكلور، إذا لاحظوا جيدا الرصب الأبيض يتحول إلى أسود يسود في الضوء، بينما بالنسبة لأملاح الكالسيوم الرصب الأبيض لا يتغير يبقى كما هو.
إذن ما معنى راسب؟ ما معنى راسب؟ إذن عند إضافة الكشف الكيميائي هناك تفاعل كيميائي يحدث بين إذن نيترات الفضة مثلا وأملاح الكلور. هذا التفاعل ينتج عنه تكوين، تتكون حبيبات، إذا تتكون حبيبات صغيرة جدا تكون عائمة في الماء، فهمنا؟ واضح. ثم هذه الحبيبات الصغيرة تترسب في قاع أنبوب الاختبار، وبذلك نتحصل على راسب أبيض. واضح أم لا؟ تفسير. واضح. فهمنا شنو معناتها راسب؟ ها؟ إذا التفاعل الكيميائي بين أملاح الكلور ونيترات الفضة أو أملاح الكالسيوم وأكسلات الأمونيوم، هذا التفاعل ينتج عنه إذا يتكون حبيبات صغيرة، فهمت؟ تكون عائمة في الماء. بعد مدة زمنية شنو الحبيبات شنو يصير لها؟ تترسب شيئا فشيئا، وبذلك نتحصل على راسب يكون اللون نتاعه أبيض. إذا نمر مباشرة إلى السكريات. إذا تعرفوا السكريات هي من الأغذية الموجودة في الخبز. إذا كيف يمكن الكشف على السكريات؟ إذا نشوفهم معنا تلميذ محمد عزيز، أقرأنا المعادلة. الجليكوز أو سكر العنب مع محلول فيلينغ مع التسخين. محلول فيلينغ. فيلينغ مع التسخين يعطينا راسب أحمر آجوري. راسب أحمر آجوري. إذا هنا الجليكوز، الجليكوز هو من السكريات. فهمنا؟ نسميه جليكوز أو نسميه زاد السكر العنب، كيف كيف. إذا الكشف عن الجليكوز نستعمله محلول فيلينغ. إذا محلول فيلينغ، فيلينغ هو اسم عالم. فيلينغ هو اسم العالم الذي اكتشف هذا الكشف الكيميائي. إذا محلول فيلينغ الخاصية نتاعو هو راسب اللون نتاعو أزرق. إذا محلول فيلينغ اللون نتاعو أزرق. إذا ماذا تتطلب هذه التجربة؟ شو تتطلب يا عزيز محمد عزيز؟ فما حاجة هامة هنا. تتطلب تسخين المحلول. صحيح، لا غير التسخين. ما هو دور التسخين حسب رأيك؟ شنو دور التسخين؟ لماذا لابد من التسخين؟ لأن التفاعل، تفاعل الجليكوز ومحلول فيلينغ يكون تفاعل بطيء في الظروف الطبيعية. حتى يصبح هذا التفاعل سريع لابد من التسخين. فهمنا؟ باش نتحصل على نتيجة في وقت وجيز لابد من التسخين. إذا التسخين يسرع في التفاعل الجليكوز بمعنده الكشف الكيميائي وهو محلول فيلينغ. إذا ما هي النتيجة هنا نتحصل عليها؟ إذا تحصلنا على راسب ولكن له لون مميز، هو أحمر يشبه لون الآجر، راسب أحمر آجوري. إذا كما ذكرت من بعين، إذا تفاعل الجليكوز ومحلول فيلينغ ينتج عنه حبيبات صغيرة جدا عائمة في الماء، يمكن مشاهدته هذه الحبيبات، يمكن أن تشاهدها بالعين المجردة. بعد مدة زمنية هذه الحبيبات تترسب في قاع الأنبوب، وبذلك نتحصل على راسب أحمر آجوري. إذا نمر مباشرة إلى عنصر آخر من مكونات نبحث عليه هو النشاء. إذا كما نلاحظ النشاء أيضا هو من السكريات. إذا كيف يمكن الكشف عن النشاء؟ شوفوا شكون يحب. روان. النشا مع ماء اليود يعطينا لون أزرق بنفسجي. إذن التجربة هذه قمت بها سابقا في السنة الفارطة. روان. إيه. إذن سنة درس عملتها التجربة هذه. كشف عن النشاء في النباتات. في الأوراق الخضراء. قمتم بالكشف عن النشاء في الأوراق الخضراء المعرضة للضوء. ماذا استعملتم؟ ماء اليود. عملنا ماء اليود. إذا ماء اليود هل يمكنك الوصف، وصف هذا الكشف الكيميائي؟ ما هو لونه؟ أصفر. صحيح، له لون مميز وهو أصفر. واضح. إذا ما هي النتيجة نحصل عليها هنا؟ حصلنا على لون أزرق. قلت لون ما قلتش راس. لما برشا تلاميذ ما يفرقوش بين لون وراس، ثم فرق كبير. إذا كان هنا مثلا في النتيجة راس أبيض تكتب لي لون أبيض، تعتبر إجابة خاطئة. إذا هنا قلنا لون أزرق بنفسجي. إذا كلنا حصلنا على لون أزرق بنفسجي مع إضافة ماء اليود، فنستنتج أن الغذاء يحتوي على مادة النشاء.
إذا تعرفون هناك الأغذية عديدة غنية بالنشاء مثل الخبز والبطاطا مثلا. إذا نمر مباشرة إلى عنصر آخر وهو البروتيدات. إذا كيف يمكن الكشف عن البروتيدات؟ مرام. البروتيدات مع محلول الحمض الأزوتي مع التسخين لون أصفر. يا مرام، للكشف على البروتيدات ما هو الكشف الكيميائي نستعمله هنا؟ محلول الحمض الأزوتي. صحيح، محلول الحمض الأزوتي ربما ما تعرفوش مع أول مرة تسمع به. محلول الحمض الأزوتي هو كشف كيميائي لا لون له، ما عندوش لون. إذا لماذا نلجأ إلى التسخين يا مرام؟ كي يتحلل بسرعة، يكون التفاعل أسرع. صحيح يا مرام. نعم، للكشف على البروتيدات نستعمل محلول الحمض الأزوتي. إذا كان ما نقومش بالتسخين شنو يحدث هنا؟ تفاعل البروتيدات مع محلول الحمض الأزوتي يكون تفاعل بطيء جدا. باش نتحصلوا على النتيجة يلزمنا معناتها وقت زمن طويل، معناتها يلزمنا نهار ولا نهارين. احنا نحبوا نتحصلوا على النتيجة في وقت سريع، في وقت وجيز. شنو نعملوا هنا؟ نقوموا بالتسخين. إذا التسخين يسرع من هذا التفاعل. فهمت شو معناتها تفاعل ولا؟ هناك تفاعل كيميائي يحدث بين البروتيدات والحمض الأزوتي. إذا لاحظوا جيدا هنا ثم ملاحظة دائمة برشا، كل معناتها مكون من مكونات أساسية للأغذية له كاشف كيميائي خاص به. معناتها باش للكشف عن الجليكوز مثلا ما نجم نستعملوا كان محلول فيلينغ. إذا محلول فيلينغ عنده خاصية واحدة يكشف لنا كان على الجليكوز. هل حسب رأيكم محلول فيلينغ هل يمكنه الكشف عن مكونات غذائية أخرى؟ لا، لا يمكن ذلك. إذا كل كشف كيميائي له خاصية، كل كشف كيميائي خاص بمكون من المكونات الغذائية الأساسية. معناتها وقت نقوله محلول فيلينغ، راهو محلول فيلينغ من نجم يكشف كان على جليكوز. وقت نقوله نترات الفضة خاص بالأملاح الكلور، نقوله أكسلات الأمونيوم خاص بأملاح الكالسيوم، نقوله محلول الحمض الأزوتي خاص بالبروتيدات، نقوله ماء اليود خاص بالنشاء. واضح؟ إذا البروتيدات مع محلول الحمض الأزوتي مع التسخين تحصلوا هنا على لون أصفر. إذا كان حصلنا على لون أصفر هذا دليل على وجود أن الغذاء نتاعنا غني بالبروتيدات. ولكن هذا الجزء الأول من التجربة بالنسبة للبروتيدات. يمكن أن تتواصل هذه التجربة في الجزء الثاني. إذا هناك كشف كيميائي ثاني أقرأنا يا مرام الجزء الثاني. محلول أناشيدر لون برتقالي. إذا نفس التجربة يا مرام، في نفس التجربة معناتها في نفس أنبوب اختبار. في البداية أضفنا له محلول الحمض الأزوتي ثم قمنا بالتسخين حصلنا على أصفر. الجزء الثاني مازلنا في نفس التجربة راه الكشف عن البروتيدات، باش نضيف له توا محلول أناشيدر. محلول أناشيدر هو كشف كيميائي لا لون له، ما عندوش لون. شنو النتائج حصلنا عليها يا مرام؟ لون برتقالي. إذا كان حصلنا على لون برتقالي هذا دليل على أن الغذاء غني بالبروتيدات. إذا الجزء الثاني من التجربة تؤكد لنا وجود البروتيدات. في بعض الأحيان في بعض التمارين تشوفوا معناتها يمكن نقتصر على الحمض الأزوتي فقط. إذا ماهوش خطأ أراه. إذا يمكن أن إنجاز الجزء الأول من التجربة فقط، ما نعتمدوش الجزء الثاني. ولكن باش نحاولوا علاش هنا معناتها قمنا بتجربتين في نفس التجربه لتاكيد وجود البروتيدات في الغذاء. اذا ذكرنا هنا قلنا لون برتقالي ما قلناش راس. باه نمر مباشره الى الدهنيات. اذا يا شريف كيف يمكن الكشف عن الدهنيات؟ المشاهده المجهريه. اذا يمكن اعتماد المشاهده المجهريه. ماذا نشاهد في المجهر؟ وجود قطرات دهنية. قطرات دهنية. إذا المشاهدة المجهرية هل يمكن اعتماد الأغذية الصلبة أو السائلة؟ حسب رأيك شريف. سائل. إذا عادة نعتمد الأغذية السائلة مثل الحليب. إذا معناتها تجربة بسيطة، نأخذ صفيحة زجاجية نظيفة، نضع قطرة من الحليب على الصفيحة ثم نغطيها بالصفيحة ونشاهدها بالمجهر. تبرز لنا للمشاهدة المجهرية قطرات دهنية. إذا في بعض الأحيان يمكن أن نشاهد هذه القطرات حتى بالعين المجردة عندما يبدأ حليب معناتها
نقولوا ده سم قوي ها كنشريو معناتها باكو حليب اللي يبدا اللون نتاعو الباكو احمر هذاك ده سم فما نصف ده سم ده سم عاده ناخذوا معناتها كاس حليب ده سم تلاحظوا تشاهدوا حتى بالعين مجرد قطيرات من الدهنيات على سطح الحليب هذا كيف درك مشي الطوها باه فما طريقه اخرى شريف واصل لنا وضع قطره من دهنيات على ورقه اذا ماذا نتحصل هنا على بقعة شفافة تقتفي بالتسخين اذا في الحاله هذه حسب رايكم اذا وضع قطره من الدهنيات على ورقه مثلا نضع قطره من الزيت على ورقه ثم نقوم بتسخينها هل تختفي هذه البقعه لا اذا تبقى بقعه شافه لا تختفي بالتسخين هذا دليل على وجود الدهنيات دليل ان الغذاء نتاعنا غني بالدهنيات اذا بالنسبه للاغذيه الصلبه اذا هناك عده طرق هي في الحقيقه هناك طريقه بسيطه ناخذ مثلا اذا كان الخبز او اللحم ناخذ ورقه ونقوم بحك قطعه الخبز او قطعه اللحم على الورقه ثم نقوم بتسخينها اذا كان بقى اذا تحصلنا على بقعه شافه لا تختفي بالتسخين هذا دليل على وجود الدهنيات اذا كما تلاحظون اذا خلينا العديد من الامثله بعض الامثله من الاملاح المعدنيه السكريات والبروتيدات والدهنيات اذا المعادلات هذوما الكل لازم نحفظوهم لازم كل كشف كيميائي نعرف متى يقع استعماله في اي حاله نستعمله اذا نقولوا محلول نترك الفضه في اي حاله نستعمله هل يمكن استعماله هذا الكشف الكيميائي للكشف عن املاح الكلور للكشف عن املاح الكالسيوم للكشف عن البروتيدات فهمنا اذا مهم جدا هذه معناتها تعتبر ليزابيسي اذا حسب رايكم من خلال النشاط اللي قمنا به كيف يمكن الكشف عن المكونات الاساسيه لكل غذاء يا مرام ماذا نستعمله هاي الشريف يمكن استعمال كواشف كيميائيه صحيح اذا يمكن استعمال الكواشف الكيميائيه اقرانا الاجابه يا مرام للبحث عن مكونات معينه بغذاء ما الحليب الخبز يمكن استعمال الكواشف الكيميائيه إذا الكواشف الكيميائية وليس الكواشف الغذائية، الكواشف الكيميائية، ما هو مفرد؟ إذا جمع كواشف كيميائية ما هو مفردها؟ يا مرام. قال يا مرام. كاشف كيميائي. كاشف كيميائي، إذا نقول كاشف كيميائي وجمع كواشف كيميائية، صحيح. باهي إلى حد الآن واضح. إذا نمر مباشرة كيفية الحصول على رشاحة الخبز. إذا ذكرنا منذ حين اذا باش نستعملوا نختاروا من الاغذيه المتداوله نختاروا الخبز اذا للبحث عن مكونات الخبز نستعملوا قطعا منه او رشاحه الخبز اذا حسب المكونات اللي باش نحاول نكشف عليها اما فيها نستعملوا قطعه من الخبز او نستعملوا رشاحه الخبز اذا كيف الحصول على رشاحه الخبز كما هو مبين في الوثيقه اذا نضع قطع من الخبز في اناء من البلور حوض زجاجي من البلور إذا ثم ماذا نضيف؟ نضيف الماء المقطر. إذا يا آلاء لماذا اخترنا استعملنا الماء المقطر وليس ماء الحنفية؟ لماذا؟ آلاء. لأن الماء المقطر لا يحتوي على الأملاح المعدنية. صحيح يا آلاء، لأن الماء المقطر خالي من الأملاح المعدنية. فهمنا؟ لذلك ضفنا الماء المقطر إلى الخبز. ثم ماذا فعلنا هنا؟ قمنا بترشيحه. إذا كما تلاحظوا هنا لدينا إذا دورق زجاجي إذا قمع ورق الترشيح ثم قمنا بسكب إذا ماء الخبز تحصلنا على شنو تحصلنا هنا؟ ماذا تحصلنا في النتيجة؟ على رشاحة الخبز تحصلنا على رشاحة الخبز إذا كل الأغذية كل المكونات الأساسية للخبز شنو السر اللي حسب رأيكم؟ إذا ماذا يحدث لهذه المكونات الأساسية للخبز؟ ماذا يحدث؟ تتحلى في الماء تتحل نقول فما مصطلح اخر نستعملوه تذوب صحيح تذوب في الماء اذا مثلا الجلوكوز او الاملاح المعدنيه شنو الخاصيه نتاعها سوف تصبح اذا ذائبه في الماء المقطر اذا كل الاغذيه ان وجدت اغذيه او مكونات في الخبز فسوف تكون ذائبه في رشاحه الخبز اذا رشاحه الخبز تحتوي بطبيعه العديد من العناصر الغذائية فهمتوا علاش استعملنا رشاحة الخبز إذا
الكشف عن مكونات القبض الفرضيات نحاولوا. اذا الاشكاليه هنا نطرح السؤال، المشكله العلميه ابراز مكونات الخبز. ما هي صحيح، ما هي مكونات الاساسيه للخبز؟ اذا للاجابه على السؤال هذا على المشكله العلميه هذا باش نطبقوا التمشي التجريبي. اذا التمشي التجريبي باش نبداو بالفرضيات. ماذا يمكن تفترض انت حسب رايك الان؟ شنو تفترض من حيث مكونات الخبز؟ شنو لازم تفترض؟ اذا نذكركم بالفرضيه، الفرضيه هي اجابه وقتيه يمكن ان تكون صحيحه يمكن تكون خاطئه. تعالوا نشوفوا مرام. نفترض ان الخبز يحتوي على النشاء. صحيح. باي فرضيه اخرى؟ نفترض ان الخبز يحتوي على الجليكوز. على الجليكوز صحيح. فرضيه اخرى؟ البروتيدات. محمد عزيز. نفترض ان الخبز يحتوي على البروتيدات. صحيح. تلميذ اخر شكون ما شاركش؟ نفترض ان الخبز يحتوي على شكون تكلم توا؟ دعاء. يا دعاء ما شاركت بكلنا في الدعاء. نفترض ان الخبز يحتوي على السكريات. اذا السكريات مثل ماذا؟ كرناء مطحين. سيلنا شال الجليكوز. اذا يمكن نفترض ان الخبز يحتوي على الجليكوز كرناء مطحين. فما فرضيه اخرى بالنسبه للسكريات؟ سيلنا شال. اذا خليها هي تجاوب. نفترض ان الخبز يحتوي على النشاء. ناشئ صحيح. يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. صحيح، يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. فرضية ذي ب. نفترض أن الخبز يحتوي على أملاح الكلور. صحيح، نفترض الخبز يحتوي على أملاح الكلور. محمد الشريف. نفترض أن الخبز يحتوي على الدهنيات. صحيح، إذا نفترض أن الخبز يحتوي على الدهنيات. كم فرضية ذكرتوا لحد الآن؟ تقريب 7 صحيح. مرام تقرأ الفرضيات. نبدأ بالفرضية الأولى. يحتوي الخبز على النشاء. الفرضية الثانية. يحتوي الخبز على البروتيدات. الفرضية الثالثة. يحتوي الخبز على السكريات. الفرضية الرابعة. يحتوي الخبز على أملاح الكلور. الفرضية الخامسة. يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. الفرضية رقم 6. يحتوي الخبز على الدهنيات. على الدهنيات. إذا كيف نتأكد من هذه الفرضيات؟ كيف نتأكد من الفرضيات؟ إذا كما تلاحظ هنا لدينا 6 فرضيات. التجربة. إذا لابد، إذا كل فرضية اللي ذكرناها مضحين يمكن تكون خاطئة أو تكون صحيحة. إذا باش نتأكدوا من هذه الفرضيات لابد من إنجاز التجربة المناسبة. إذا ما هو تصوركم للتجربة الأولى؟ إذا افترضنا أن الخبز يحتوي على النشاء، ترى نشوفوا آلاء. نعمل ماء اليود. ماء اليود، ماذا أيضا؟ إذا العنوان كتبناه منذ حين الكشف عن مكونات ماذا؟ ما هو الغذاء باش نستعملوه هنا؟ الخبز. الخبز. إذا ناخذ قطعة. ناخذ قطعة من الخبز ونضيف لها قطرة أو قطرتين من محلول. من ماء اليود. صحيح. إذا افترضنا أن الخبز يحتوي على البروتيدات، نشوفه محمد عزيز. ما هو التصور لهذه التجربة؟ نحتاج إلى محلول حمض الأزوتي مع التسخين، إذا لم يصبح لونه أصفر إذا هو لا يحتوي على البروتيدات. إذا تحصلنا على لون أصفر هذا دليل على وجود بروتيدات. والجزء الثاني من التجربة هذه بعد ما استعملوا الحمض الأزوتي يمكن استعمال أيضا محلول النشاد. صحيح. إذا محلول النشاد هل يتطلب تسخين؟ لا. هل يتطلب تسخين؟ لا يتطلب تسخين. بدون تسخين. بيك. الفرضية الثالثة يحتوي الخبز على السكريات. عندما نقول سكريات مثل الجليكوز. نستعمل محلول الفيلينج. إذا نستعمل محلول فيلينج. واسم عالم، فيلينج هو اسم عالم، محلول فيلينج. إذا ما تطلب هذه التجربة؟ تطلب التسخين. نعم. صحيح، تطلب التسخين. به. إذا افترضنا أن الخبز يحتوي على أملاح الكلور. مشي نستعملوا نترات الفضة. إذا نستعملوا نترات الفضة. به. تطلب تسخين هذه التجربة.
تتطلب تدخين؟ لا مسيو، لا تتطلب تدخين. إذا الفرضية رقم خمسة، يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. إذا هلا نستعمل محلول أكسلات الأمونيوم. إذا كيف ذلك؟ إذا كشف كمية هو محلول أكسلات الأمونيوم. إذا ماذا نستعمل أيضا؟ الخبز ومحلول. نستعمل قطعة من الخبز في الحالة هذه. حسب رأيك نستعمل قطعة من الخبز للكشف عن أملاح الكالسيوم. هل نستعمل قطعة من الخبز؟ لا نستعمل مسيو. ماذا نستعمل يا حمدي؟ رشاحة الخبز. صحيح، نستعمل رشاحة الخبز. إذا هنا بالنسبة هناك تجارب باش نستعمل قطعة من الخبز، خبز مع قطعة من الخبز طلبة، مثل التجربة للكشف عن النشاء أو الكشف عن البروتيدات باش نستعملوا معناتها قطعة من الخبز. للكشف عن السكريات أو ملاح الكلور أو ملاح الكالسيوم باش نستعملوا رشاحة الخبز. واضح؟ الفرضية الأخيرة، يحتوي الخبز على الدهنيات. ما هو التصور لهذه التجربة؟ يكون عنده تصور. إذا نشوفوا شريف. شريف عنده تصور. نستعمل المشاهدة المجهرية أو وضع قطعة من الدهنيات على كيف؟ كيف؟ نحط قطرة دهنية. نضع قطرة دهنية على صفيحة و احنا ما تنسيش يا راول الغذاء كان الخبز. احنا الهدف نتاعنا هو الكشف عن الدهنيات في الخبز. نقوم بحك الخبز وثم نسخنه. هكا بعد سخنوه حك الخبز عليه عشان نحكوه الخبز. مشي بالمشاهدة المجهرية. الخبز علاش نحكوه؟ على صفيحة. على صفيحة. على صفيحة. على ورقة. على ورقة. ما ننساوش الخبز هو غذاء صلب. إذا ناخذ قطعة من الخبز نقوم بحك معناتها قطعة الخبز على ورقة ثم نقوم بتسخينها. إذا تحصلنا على بقعة شافة هذا دليل على وجود الدهنيات. فهمنا؟ وعند إعداد الخبز نحن شنو نعمله؟ الخباز شو يعمل؟ ماذا يفعل؟ يضيف الدهنيات هكا ولا باهي. شوفوا بعضنا التجارب والنتائج والاستنتاجات، انظر الوثيقة 7A صفحة 58. إذا للبحث عن النشاء عندنا هدف التجربة، التجارب والنتائج ثم الاستنتاجات. للبحث عن النشاء نستعملوا كما تشاهدوا هنا ماء اليود. ما هو اللون نحصلوا عليه؟ مرام. لون أزرق بنفسجي. صحيح يا مرام، لون أزرق بنفسجي. ماذا ما هو الاستنتاج؟ إذا حصلنا على لون أزرق بنفسجي عند إضافة ماء اليود إلى الخبز ماذا نستنتجه؟ يوجد النشاء. ويوجد يحتوي علي مرام جو. يحتوي الخبز على النشاء. إذا نقرأ الإجابة يحتوي الخبز على النشاء. النشاء باهي. البحث عن البروتيدات تو شاهدوا مع بعضنا. البحث عن البروتيدات شو نستعملوا في البداية؟ الحمض الأزوتي مع التسخين، ولا تلاحظوا هنا استعملنا قطعة. و التجربة الثانية، نبدأ بالتجربة الأولى الساعة. نشوفوا محمد عزيز، ما هو اللون نحصل عليه؟ البحث عن النشاء. احنا ما زلنا في النشاء توا، تعدينا البحث عن البروتيدات. عند نبحث عن اللون الأصفر. إذا مش نبحث. النتيجة الحصول على لون أصفر. فهمنا؟ باهي. في الجزء الثاني من التجربة شو نستعملوا؟ محلول النشادر. إذا ما هو اللون تحصلوا عليه هنا؟ ما هو اللون يا محمد عزيز؟ مسيو يا حمدي ذكروا باللون. لون برتقال. صحيح، لون برتقال. ترى حمدي يعطينا الاستنتاج. إذا تحصلوا على لون أصفر ولون برتقالي ماذا نستنتج؟ يحتوي الخبز عن البروتيدات. إذا يحتوي الخبز على البروتيدات. نمر إلى التجربة الثانية، البحث عن السكريات. إذا نشوفوا بعضنا
أما تلاقيهم غير ما شاركوش. عزيز نصر موجود؟ موجود. يا عزيز، البحث عن السكريات، ما هو الكشف نستعمله هنا؟ البحث عن السكريات محلول فهنق مع التسخين. لا لا صلح، محلول اقراها بكده. فهنق محلول فيلينج، فهلينج، فهلينج. محلول فيلينج مع التسخين. شنو استعملنا هنا؟ استعملنا قطعة من خبز أو رشاحة خبز؟ شنو استعملنا؟ رشاحة خبز. لماذا حسب رأيك استعملنا رشاحة خبز؟ علاش ما استعملناش قطعة من الخبز؟ لأن السكريات شنو الخاصية نتاعها السكريات؟ السكريات الجلوكوز. ذكرناها مضحوحين مصطلح استعملناه. نسيت التفاعل بتاعها ضعيف. لا لا لا، لماذا فكرنا في استعمال رشاحة خبز وليس استعمال قطعة من الخبز كما نشاء هنا؟ علاش ما استعملناش؟ لأن السكريات مثل الجلوكوز خاصية نتاعو يذوب في الماء، لذلك إن وجد الجلوكوز في الخبز سوف يذوب في الماء المقطر. إذا تتطلب هذه التجربة كما تلاحظوا تتطلب التسخين. ما هي النتيجة المنتظرة؟ اللون اللون الراسب أحمر أجري. آجوري. آجوري. معناتها علاش قلنا آجوري؟ خاطر يشبه لون الآجر. الآجور، تعرف الآجور؟ نعم. صحيح، تعرف اللون نتاعو. إذا نشوفوا النتيجة مع بعضنا. إذا راسب أحمر آجوري. حسب رأيك ماذا نستنتج إذا حصلنا على راسب أحمر آجوري؟ ما هو الاستنتاج؟ إذا هو يحتوي على الجلوكوز. أنا الذي يحتوي؟ على رشاحة الخبز اللي أخذناه. إذا الخبز، أقول رشاحة الخبز أي الخبز. ماذا يحتوي الخبز؟ على السكريات. على الجلوكوز. إذا نقرأ لنا الاستنتاج. نسينا احنا مش كتبنا الجلوكوز أو سكر العنب. إي. بصفة عامة. إذا يحتوي الخبز على السكريات. على السكريات. إذا نمر إلى البحث عن أملاح الكلور. البحث عن أملاح الكلور. شوفوا تلميذك. يا حمد. نعم مسيو، نجاوب على باهي مسيو. مسيو باش الناس بوجود أملاح الكلور نستعملوا نترات الفضة. إذا نستعمل نترات الفضة. والنتيجة راسب أبيض. إذا ماذا استعملنا هنا؟ استعملنا رشاحة الخبز أو استعملنا قطع الخبز؟ رشاحة الخبز مسيو. استعملنا هنا رشاحة الخبز. أضفنا إلى رشاحة الخبز نترات الفضة. لماذا فكرنا في استعمال رشاحة الخبز وليس قطعة من الخبز؟ لماذا؟ لأن أملاح الكلور إن وجدت في الخبز شنو الخاصية نتاعها؟ ستتحل. ما نقولوا ذوبان، تذوب. تذوب. يكون ذوبان في الماء المقطر. إذا ما هي النتيجة المنتظرة هنا؟ راسب أبيض يسود في الضوء. صحيح، إذا أقرأ النتيجة. راسب أبيض يسود في الضوء. نستنتج، ماذا نستنتج يا حمدي؟ يحتوي الخبز على أملاح الكلور. إذا عاود أقرأ النتيجة. يحتوي الخبز على أملاح الكلور. إذا نبقى نتوى البحث عن أملاح الكالسيوم، نشوفه تلميذ آخر. إذا البحث عن أملاح الكالسيوم. أملاح الكالسيوم نحتاج إلى محلول أكسلات الألمنيوم. الأمونيوم، هذه برشا يغلطوا فيها، يكتبوا الألمنيوم. لا ماهوش الألمنيوم، الأمونيوم. الأمونيوم. المصطلحات نتاع العلمية هذه نكتبوها غالبا الإجابة تكون خطأ. إذا كتبتوا مليح كيف تكتبوا المصطلحات العلمية؟ أوكسالات الأمونيوم. إذا هنا استعملنا رشاحة خبز ولا خبز؟ شنو استعملنا؟ رشاحة خبز. الإجابة قدامك. لماذا حسب بريك فكرنا في رشاحة خبز وليس في قطعة من الخبز؟ لماذا؟ لأن أملاح الكالسيوم شنو الخاصية نتاعها؟ تذوب. تذوب في الماء المقطر. إذا إن وجد أملاح الكالسيوم في الخبز فهو سوف يذوب في الماء المقطر. ما هي النتيجة المنتظرة هنا؟ النتيجة المنتظرة هي راسب أبيض. صحيح، راسب أبيض. الاستنتاج، ماذا نستنتج؟ إذا تحت رشاحة الخبز تحتوي على أملاح الكالسيوم. نقول رشاحة الخبز، إحنا الاستنتاج. الخبز يحتوي الخبز على الكالسيوم. إذا أقرأنا الإجابة. يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. إذا يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. لاحظوا جيدا الاستنتاج، كل الاستنتاجات توا كتبتوا مليح في الاستنتاجات كلها.
إذا يحتوي الخبز على النشا، يحتوي الخبز على البروتيدات، يحتوي الخبز على السكريات، يحتوي الخبز على أملاح الكلور، يحتوي الخبز على أملاح الكالسيوم. إذا ماذا نستنتج من خلال هذا الجدول؟ أليه الخبز كيف هو؟ غذاء مسيو مركب. إذا هو غذاء مركب. مركب مسيو. لماذا غذاء مركب يا حمدي؟ لماذا؟ لأنه يتكون من عدة أغذية بسيطة. أغذية بسيطة. يتكون من أغذية من عدة أغذية بسيطة. فهو غذاء مركب. أي. إذا أعطيني أمثلة أخرى لأغذية مركبة ترى. الحليب مسيو. صحيح الحليب غذاء مركب. أعطيني أمثلة أخرى البقية. اللحوم مسيو. اللحوم هي أغذية مركبة. اللحوم الحمراء أو البيضاء أغذية مركبة. النشا مسيو. نشا غذاء مركب. نشا الخضر والغلال. غلال الخضر والغلال هي أغذية كيف هي؟ مركبة. صحيح أغذية مركبة. البيض مركب. غذاء مركب. إذن هناك العديد من الأغذية المركبة. فهمنا؟ باهي شوفوا معنا توا. إذا باش نمر إلى إذا فما ملاحظة قبل ما نتعدى للتصنيف الفرق بين الأغذية المركبة والأغذية البسيطة. الغذاء البسيط هو غذاء يتركب من عنصر غذائي واحد. نعطيكم مثال مثلا زيت الزيتون هو غذاء بسيط. أعطوني أمثلة أخرى أنتوما. باهي نعطيكم مثال آخر ملح الطعام. ملح الطعام هو غذاء بسيط. بسيط لأنه يعني يتكون من عنصر غذائي واحد. فهمنا؟ ماء. إذا باهي نمر للعنصر الثالث. تصنيف الأغذية نشاط 4/63. إذا تصنيف الأغذية اللي يتناول الإنسان حسب رأيكم باش نقولكم بتصنيف الأغذية حسب ماذا؟ ثم العديد من المعايير. يمكن اعتمادها. حسب ماذا؟ مصدرها. حسب مصدرها. يمكن تصنيف الأغذية حسب مصدرها. صحيح. أعطينا معيار آخر للتصنيف. حسب نوعها. حسب نوعها مسيو. هذا هو حسب مصدرها. حسب وظيفتها. صحيح. شكون قال حسب وظيفتها؟ شكون؟ أنا مسيو. شكون تسمع؟ آلاء. أي صحيح يا آلاء. إذا يمكن تصنيف الأغذية التي تنقل الإنسان حسب وظيفتها. لأنكم في السابق معناتها هذا درستوه في الإيقاظ العلمي قمت بتصنيف الأغذية حسب مصدرها. إذا واليوم باش نصنفوا نقوم بتصنيف الأغذية حسب وظيفتها. إذا شوفوا معنا الجدول هذا. إذا لدينا كما تلاحظ هنا المجموعات الغذائية باش نحاولوا نتعرفوا على الأهمية للجسم. نبدأ بالأغذية الطاقية. ما هي الأغذية الطاقية؟ هي البروتيدات وخاصة السكريات والدهنيات. هنا جملة مهمة برشا. لماذا قلت البروتيدات وبعد قلت خاصة؟ لأن الأغذية الطاقية هي ثلاثة: البروتيدات والسكريات والدهنيات. ولكن خاصة السكريات والدهنيات جي في المرتبة الأولى. لأن السكريات تحتوي على الكثير من السكريات والدهنيات. لأن الأغذية التي توفر الطاقة لجسم الإنسان أهمها خاصة السكريات والدهنيات، ولكن البروتيدات هي أغذية طاقية أيضا. ما هي أهميته للجسم؟ ترى نشوفهم بعضنا الأهمية. محمد العزيز. نعم مسيو. ما هي أهميته للجسم؟ نعم أغذية الطاقة تعطي الطاقة للجسم. ها؟ تعطي الطاقة للجسم، تعطي الطاقة الحركية للجسم. مش الحركة. تعطي الطاقة للجسم. تحب تجاوب؟ اي مسيو. اي حمد. مسيو الأغذية تقوم بتوفير الطاقة التي تؤمن كل وظائف الجسم. دكتور محلول قدامك يا حمدي. هاي اقرأنا الإجابة. اي مسيو. اقرأ الإجابة. توفير الطاقة التي تؤمن كل وظائف الجسم. توفير الطاقة التي تؤمن كل وظائف الجسم. إذا وظائف الجسم تحتاج إلى الطاقة. تعطينا بعض أمثلة للوظائف. عندما نقول وظائف شو معناتها وظائف الجسم؟ أعطيني بعض أمثلة.
روان اعطيني مثال، ما هي الوظائف؟ التنفس. صحيح، وظيفة التنفس ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى طاقة. به نمر إلى العنصر الثاني، الأغذية البناءة. إذا الأغذية البناءة هي البروتيدات وبعض الأملاح المعدنية. ما معنى أغذية بناءة؟ يا روان، شو معنى أغذية بناءة؟ عنديش فكرة روان. بناء بناء الجسم. بناء الجسم، نقوله بناء الجسم هكا. بناء خلايا. صحيح، بناء الخلايا و أنسجة. الأنسجة. بناء الخلايا والأنسجة. تعرف أنتم في جسم الإنسان هناك خلايا تموت، لكن الخلايا بعد ما تموت، إذا جسم الإنسان له القدرة على صنع خلايا جديدة، يصنع خلايا أخرى. أن إذا حتى يتمكن جسم الإنسان من القيام بهذه الوظيفة لابد من توفير الأغذية مثل البروتينات والأملاح المعدنية. أقرار الروان الأهمية للجسم، توفير المواد الضرورية لبناء الأنسجة. إذا توفير المواد الضرورية لبناء الأنسجة، وتقول أنسجة لأن النسيج هو مجموعة من الخلايا. إذا المجموعة الثالثة وهي الأغذية الواقية. ماذا تتكون الأغذية الواقية؟ تتكون من الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء. الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء. إذا عندما نقول أغذية واقية، ما هي أهميته للجسم؟ شو الأهمية نتاعها؟ تحمي الجسم من الأمراض. تحمي الجسم من الأمراض. الوقاية الجسم من الأمراض. نعم. إذا أقرأنا. سنقرأ. أقرأ، تفضل. وقاية الجسم من بعض الأمراض. إذا وقاية الجسم من بعض الأمراض. إذا كما تلاحظوا هنا قمنا بتصنيف الأغذية ثلاثة مجموعات، الأغذية التقية والأغذية البناءة والأغذية الواقية. هذوما يلزم معناتها نكون متمكنين منهم. إذا نعرف أن الأغذية التقية تتكون من البروتيدات وخاصة السكريات الدهنية، الأغذية البناءة تتكون أساسا من البروتيدات وبعض الأملاح المعدنية، والأغذية الواقية تتكون أساسا من الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء. ب نمر إلى العنصر الموالي، أمراض سوء التغذية. النشاط 3 صفحة 62. النشاط الثالث، تبين خصائص وأسباب بعض أمراض سوء التغذية. تتضمن وثيقة 10 معطيات حول بعض الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. إذا الأمراض الناتجة عن سوء التغذية عندنا أهم أعراض الأمراض وأسباب الأمراض. نبدأ بالفقر الدم، هما ثلاثة أمراض تعرضوا لهم، فقر الدم والكساح والسمنة. بالنسبة لفقر الدم، ترى قرأنا ألا ما هي أهم أعراض هذا المرض؟ فقر الدم علامات مرضية ناتجة عن النقص في تكوين الكريات الحمراء، شحوب الوجه، ضعف عام، إعياء وصعوبة في التنفس. ده شنو نفطره هنا حسب رأيك ألا؟ شنو المصطلحات الهامة اللي يجب نفطره؟ النقص. نقص في أي شيء؟ في الكريات الحمراء، في تكوين الكريات. معناته المرض هذا، إذا المرض هذا فقر الدم، معناته أهم حاجة هو نقص في تكوين الكريات الحمراء. إذا كان كل إنسان عنده نقص في تكوين الكريات الحمراء ينجم يصيب بمرض فقر الدم. فهمنا؟ به نمشيو إلى أسباب الأمراض. واصل آلاء، واصل آلاء. أسباب الأمراض. نقص في تناول الأغذية الغنية بالبروتيدات والحديد والفيتامين B12. إذا كان التغذية نتاعنا ينقصها البروتيدات والحديد والفيتامين B12، هذه ما أغذية معناتها تنجم تسببنا في مرض فقر الدم. إذا نمر مباشرة إلى المرض الثاني وهو مرض الكساح. إذا محمد عزيز، الكساح. الكساح مرض يصيب الهيكل العظمي، تشوه الطرفين السفليين والعمود الفقري وضلوع الصدر نتيجة نقص في صلابة العظام. إذا شنو نسطره هنا في الأعراض هذا المرض؟ شنو لازم نسطره؟ مرض يصيب الهيكل العظمي وتشوه الطرفين السفليين. إذا هذا المرض السبب نتاعو شنو السبب نتاعو؟ نقص في صلابة العظام.
نقص في صلابة العظام. إذن نقص في صلابة العظام. فهمنا؟ إذن من أهم أسباب الكساح هو نقص في صلابة العظام. هكا علاش معناتها الأطراف السفلية كما شاهدوا بالصورة إذن تصبح معوجة، على خاطر هي تحمل الجسم كامل. فهمنا؟ ب أقرأ لأسباب هذا المرض. نقص غذائي في أملاح الكالسيوم والفوسفور وفي الفيتامين دي. إذا نقص غذائي في أملاح الكالسيوم والفوسفور والفيتامين دي. تعرفوا الفيتامين دي من ناخذوه ولا؟ الشمس. صحيح الشمس معناتها تنجم توفرنا الفيتامين دي. هكا علاش ننصحوا معناتها ديما معناتها بالشمس، خاصة الأطفال والرضع معناتها قليل من الزمن في الشمس. معناتها الشمس معناتها تنجم توفرنا إذا فيتامين دي. واضح؟ إذا نمر مباشرة إلى المرض الموالي. سنقرأ. هاي تفضل السمنة. زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي نتيجة تراكم الشحوم فيه. إذا شنو نسطروا هنا؟ تراكم الشحوم فيه. تراكم الشحوم. تراكم الشحوم شنو هو السبب الرئيسي نتاعها؟ شنو هو السبب الرئيسي نتاع السمنة؟ الإفراط في الأكل. الإفراط في الأكل. زيادة وزن الجسم. إذا زيادة وزن الجسم. فهمنا؟ إذا زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي. إذا نتيجة تراكم الشحوم. إذا نمر مباشرة إلى الأسباب. أعطينا الأسباب. ما هي الأسباب؟ الإفراط في الأكل مع قلة الحركة والنشاط. إذا هما زوج حاجات. هذوما ردوا بنتوما ما زلتوا أطفال معناتها صغار أو شباب. هما زوج حاجات تنتبهوا لهم. الإفراط في الأكل مع قلة الحركة والنشاط. إذا الزوز هذوما ما يمشيوش مع بعض. حتى كان إنسان وقت إنسان هناك إفراط في الأكل مع يقوم بالحركة والنشاط، يقوم بالرياضة مثلا، أحسن من الإفراط في الأكل مع قلة الحركة والنشاط. هذوما الزوز يتسببون في السمنة. وتعرفوا سوا الظاهرة العالمية حتى في تونس موجودة خاصة عند الأطفال ولد معناتها ظاهرة السمنة. يزلنا نردوا بينا راهو السمنة برشا ما يعرفوش، راهو السمنة وقع تصنيفه من بين الأمراض، أصبح مرض. واضح ولا لا؟ طيب نشوفوا احنا فما طريقة باش نعرفوا الوزن الطبيعي نتاعنا. إذا كان الإنسان عنده أكثر من الوزن الطبيعي يلزمه ينقص في الوزن نتاعو، ينقص في شوية من الماكلة ويقوم يحاول يعمل يقوم بالرياضة، يتحرك شوية وينشط. فهمنا؟ به اذا باش نمروا توا الى اذا كما تلاحظوا المرض الاول تعرفنا عليه هو مرض فقر الدم، المرض الثاني هو مرض الكساح، والمرض الثالث اذا هو مرض السمنه. هذوما ثلاثه امراض مبرمجين في معناتها مبرمجين في البرنامج نتاعك في الدرس هذايا. فما ملاحظة أنا أحب نذكرها لكم معناتها ما نعطيوش أسئلة في الامتحانات الوطنية على الأمراض. فهمنا؟ به باش نتعداو توا إلى مفهوم سوء التغذية. هاي توا باش نشوفكم أنتم شنو فهمتوا. ما هو مفهوم سوء التغذية؟ ترى ناخذ محاولات. هاي عزيز نص. نقص لفيتامين معين، نقص لفيتامين معين فيحدث عنه نقص فيتامينك هو فيتامين كان فيتامين. في أي حالة نقول إن هذه التغذية سيئة؟ مسيو تغذية سيئة تسبب في تشوه في جسم الإنسان. تشوه مسيو أي آلاء هي النقص أو الزيادة في تغذية الإنسان، وذلك يمكن أن يكون بنقص فيتامين معين. علاش ركزتوا كان على الفيتامينات؟ مشي نجاوب التغذية هون أو زيادة فيه. معناتها التغذية معناتها الأساس نتاعها هو فيتامينات. لا مسيو مش كل فيتامينات. رام نشوفوا محاولة أخرى. رام سو
سوء التغذية هو نقص أو زيادة في العناصر الغذائية الأساسية. إذا نقص أو زيادة، صحيح مرة. إذا نقص أو الزيادة في الأغذية الأساسية، ما نقول الأغذية الأساسية، الأغذية التي يحتاجها جسم الإنسان. لما هل لدينا نفس الحاجيات للأغذية؟ مرام، عنا نفس الحاجيات يا مرام؟ هل لدينا نفس الحاجيات؟ ليه مش؟ داخل العائلة مثلا، ناخذ مثال بسيط، داخل العائلة هل أفراد العائلة لهم نفس الحاجيات، نفس الحاجيات من الأغذية؟ ليه؟ إذا طبيعة الحال الحاجيات نشوفوها زي عندنا عنصر، الحاجيات الغذائية تختلف حسب عدة عوامل، من بينها نذكر أساسا العمر والوزن. واضح به مسيو؟ مفهوم سوء التغذية هو غياب غذاء متوازن، أي نقص أو إفراط في تناول الأغذية، مما يؤدي إلى إصابة بأمراض ومشاكل صحية. صحيح، إجابة كافية وشافية. إذن الحاجات الغذائية للإنسان، شوفوا معادنا الحاجات الغذائية للإنسان، ماذا يحتاج الإنسان؟ نشاط 4.63. إذن نبدأ ب، إذن يحتاج الجسم إلى 3 مجموعات من الأغذية، وهي ذكرناها منذ حين، الأغذية التقية والأغذية البناءة والأغذية الوردية. عند كل إنسان الجسم نتاعه يحتاج إلى هذه المجموعات 3، فماش شخص ما يحتاجهمش، الأغذية التقية والأغذية البناءة والأغذية الوردية. نشوفوا مع بعضنا كيف تقدر كمية الطاقة في الأغذية. أي عندكمش فكرة هنا؟ جيب الحريرة. بالحريرة. إذا كيف تقدر كمية الطاقة في الأغذية؟ عند تناول وجبة غذائية. عند تناول أي وجبة غذائية. إذا بالعين المجردة. بالعين المجردة. هل يمكن الإجابة على السؤال التالي؟ هل الوجبة هذه الوجبة الغذائية هل تكفي حاجياته؟ حسب رأيكم. بالعين المجردة يا آلاء نجم نعرف هل الوجبة الغذائية تكفي حاجية جسم الإنسان أم لا؟ لا يمكن ذلك. إذا كيف، ما هي الطريقة؟ هل هناك طريقة؟ إذا لابد من تعرف، إذا نتعرف على، إذا ال الطاقة الطاقة اللي توفر هذه الوجبة الغذائية. إذا كيف، شوف طرحنا السؤال، شوف السؤال، كيف تقدر كمية الطاقة في الأغذية؟ واضح؟ يقرأنا روان. كيف تقدر كمية الطعام في الأغذية؟ توجد الطاقة في الأغذية العضوية. كمية الطاقة في الأغذية العضوية كامنة على شكل مركبات كيميائية، يمكن تحويلها إلى طاقة حرارية بالاحتراق، وتقدر كميتها بالكيلو هريرة. إذا نفهم الفقرة دي، توجد الطاقة في الأغذية العضوية، وتنقل أغذية عضوية ماذا يعني؟ نقصد بها الأغذية العضوية. الأغذية العضوية هي 3، شكون يذكرهم لنا؟ 3، الخضار والغلال واللحوم. لا 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 لا، ما قدرش أعطيني أمثلة. قلت ما هي الأغذية العضوية؟ هما 3 أغذية عضوية. روان. السكريات والبروتينات والدهنيات. صحيح. إذا توجد الطاقة في الأغذية العضوية، تقول أغذية عضوية، فما الأغذية العضوية نقصد بها السكريات والدهنيات والبروتينات. كيف هي هذه الأغذية الطاقة في الأغذية العضوية؟ تكون كامنة. شنو معناتها كامنة؟ في حالة عدم نشاط، عبارة حاجة مخبية. فهمنا؟ على شكل مركبات كيميائية، يمكن تحويلها إلى طاقة حرارية بالاحتراق، وتقدر قيمتها بالكيلو هريرة. معناتها وقت نحولوها إلى طاقة حرارية، في الحالة دي يمكن استعمال، يمكن لجسم الإنسان استعمالها، وتقدر قيمتها. شنو الوحدة هنا؟ الوحدة هي الكيلو هريرة. إذا الكيلو هريرة لابد من تعريف الكيلو هريرة. صراحة نحاول نعرف الكيلو هريرة. أقرأنا حامد الكيلو هريرة تعريف. الكيلو هريرة هو الطاقة الذرية لرفع حرارة كيلوغرام من الماء بدرجة مئوية واحدة من 14.5 إلى 15.5 درجة.
باش نعطيكم مثال بسيط جدا باش تفهموا شنو معناتها كيلو حراره. باش نوزنوا 1 كيلوغرام من الماء، ناخذوا اناء ونوزنوا 1 كيلوغرام من الماء، ناخذوا محرار تو نقيسوا درجه حراره، وجدنا درجه حراره 14.5. الهدف نتاعنا هو رفع درجه حراره الماء من 14.5 الى 15.5 درجه. كيف ذلك حسب رايك؟ ماذا نحتاج؟ ماذا نحتاج لرفع درجه حراره الماء يا محمد عزيز؟ تسخين. وعندما نقول تسخين اي نحتاج الى طاقه، ونقول تسخين معناتها نحتاج الى طاقه. اذا هذه الكميه من الطاقه اللي باش نحتاجوها لرفع درجه حراره الماء من 14.5 الى 15.5 تعادل اي تساوي 1 كيلو حرارة. فهمتوها ولا لا؟ اذا كيلو حرارة هي وحده خياليه، مش كيلو مال كيلو 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 كيلوغرام. كيلوغرام نلمسوه، 1 كيلوغرام نلمسوه بيدينا. الكيلو حرارة هو طاقه ضروريه لرفع حراره كيلوغرام من الماء بدرجه مئويه واحده من 14.5 الى 15.5 درجه. قلنا عمليا باش نفهموا المفهوم هذا، عمليا نقوم بوزن 1 كيلوغرام من الماء في اناء ونقيس درجه الحراره نتاعو نلقاوها 14.5. كيف يمكن رفع درجه حراره الماء من 14.5 الى 15.5 درجه؟ معناتها نرفعوه بدرجه مئويه درجه واحده، لابد من حراره طاقه. اذا كميه الطاقه باش نحتاجوها اللي ترفع لنا درجه حراره الماء بدرجه مئويه واحده تساوي 1 كيلو حراره. فهمت يا محمد عزيز ولا لا؟ ها؟ نعم. مش بالبال. فهمتوا ايش؟ خاطر اول مرة انتم تشوفوا المفهوم هذا، كان زيدوا تقرؤوه بالكدا، المفهوم هذا تقرؤوه بالكدا، وتعملوا تصور اللي ذكرت لكم منذ حين، تفهموها. تعملوا تصور. فهمنا؟ إذا أنا عندي 1 كيلوغرام من الماء، وزنت 1 كيلوغرام من الماء، قص درجة الحرارة نتاعه ونلقاها 14.5، أنا توا نحب درجة الحرارة نتاع الماء رفعها بدرجة مئوية واحدة من 14.5 إلى 15.5. أشنو نحتاج؟ نحتاج إلى طاقة، إلى حرارة، هكا ولا إيه؟ باش نسخن الماء، صحيح ولا إيه؟ ها؟ إيه. يا محمد عزيز، صحيح ولا إيه؟ صحيح. باش نسخن الماء، هكا الطاقة باش نسخن بها الماء هذيك، إيه. باش نرفع بها درجة حرارة الماء بدرجة مئوية واحدة. درجة واحدة تساوي 1 كيلو حرارة. واضحة؟ باهي تو نزيدو تفهموها هذا المفهوم هذا بشوي بشوي، خاطر باش نتعرضوا له برشا الكيلو حرارة هذا باش نستعملوه ياسر في الدرس هذا. فهمنا؟ راهو الدرس هذا هام مهم جدا. في الامتحان الوطني عملناه وعطوهم تمرين تنصلحوه. فهمنا؟ الامتحان الوطني يا آلاء. وي مسيو. يا آلاء جابوا عليه عملناه في السنة الامتحان الوطني في السنة الفارطة دورة 2020، عطاو عليه تمرين قيس درجة قيس الطاقة، كيفاش نحسبوا الطاقة للوجبة الغذائية، عطاو عليه تمرين باش نصلحوه مرة أخرى. باهي مسيو. فهمنا؟ باهي نمشيو مباشرة إذا ذكرنا منذ حين، شنو ذكرنا احنا منذ حين؟ قلنا الأغذية الطاقية هي البروتيدات وخاصة السكريات وخاصة السكر، قلنا الأغذية وخاصة السكريات الدهنيات، هيك ولا ذكرتوها ولا؟ إيه. لا ذكرتها. الأغذية الطاقية هي البروتيدات وخاصة السكريات والدهنيات. إذا أقرأنا يا آلاء الملاحظة الأولى. 1 جرام سكريات تنتج عن غرام. 1 جرام سكريات تنتج عند احتراقها 4 كيلو حريرة. إذا هذايا أين يقع احتراقها؟ أين يقع احتراق السكريات؟ خارج جسم الإنسان أو داخل جسم الإنسان؟ داخل جسم الانسان. بالتحديد اين؟ راه شكون تلميذ ذكي جاوبني على السؤال هذا؟
داخل الخلايا. صحيح صحيح يا ياسين. إذن عملية شبه احتراق السكريات تتم داخل خلايا جسم الإنسان. إذا واحد غرام من السكريات تنتج عند احتراقها 4 كيلو حريرة. واضح؟ هذوما لازم نحفظوهم. نشوفوا مع بعضنا البروتيدات. آية روان. روان. 1 جرام بروتيدات تنتج. يا روان غرام ما نقولوش جرام، غرام. جرام بروتيدات تنتج عنها احتراقها 4 كيلو حريرة. عاود يا روان. 1 غرام بروتيدات تنتج عند احتراقها 4 كيلو حريرة. إذا 1 غرام من البروتيدات تنتج عند احتراقها 4 كيلو حريرة. فهمنا؟ تعالوا نشوفوا مع بعضنا الدهنيات. هيا حمدي. 1 غرام دهنيات تنتج 1 غرام دهنيات تنتج عند احتراقها 9 كيلو حريرة. به 1 غرام من الدهنيات تنتج عند احتراقها 9 كيلو حريرة. ماذا نلاحظ من خلال هذا الجدول يا آلاء؟ حمدي ترى شنو تلاحظ؟ اختلاف الحريرات. ما عندك اختلاف الحريرات، ما عندكش حتى معنى زي. هل كل الأغذية توفر نفس القدر من الطاقة؟ لا توفر. السكريات والبروتيدات والدهنيات. ها؟ لا مسيو. إذا تلاحظوا 1 غرام من السكريات أو من البروتيدات تنتج عند احتراق 4 كيلو حرارة، بينما 1 غرام من الدهنيات تنتج عند احتراق 9 كيلو حرارة. إذا الدهنيات هي أغذية باش غنية. بالسعرات الحرارية. هي غنية بالطاقة. لذلك ننصح في فصل الشتاء لتناول أغذية دسمة. علاش نتناولوا أغذية دسمة؟ لأن جسم الإنسان يحتاج إلى أكثر طاقة في فصل الشتاء. والأغذية الدسمة معناتها تكون غنية بالطاقة. إذا 1 غرام من الدهنيات تنتج عن احتراقها 9 كيلو حرارة. هذوما نحفظوهم. واضحة؟ باهي. ملاحظة. اقرأنا يا آلاء الملاحظة. ملاحظة. الفيتامينات مواد عضوية غير قابلة للاحتراق، فهي لا تعطي للجسم أي قدر من الطاقة. إذا الفيتامينات هي أغذية عضوية، ولكن هل هي قابلة للاحتراق مثل السكريات والدهنيات والبروتيدات؟ لا. إذا هي أغذية عضوية غير قابلة للاحتراق، هل تعطي للجسم أي قدر من الطاقة؟ لا. إذا هي أغذية غير طاقية. إذا ملاحظة هامة جدا. إذا لدينا تمرين مدمج في الكتاب المدرسة صفحة 64. التمرين هذايا باش نعطيكم التمرين هذايا باش تعملوا محاولة للحصة القادمة، لأن الحصة انتهت. إذا باش تقوموا به التمرين هذايا وحدكم، والحصة الجاية باش نصلحوه. إذا تمرين مدمج صفحة 64. تناول التلميذ في فطور الصباح الأغذية التالية: خبز 150 غرام، حليب 100 غرام، معجون 50 غرام، جبنة طرية 50 غرام، بيضة 50 غرام. إذا السؤال هو التالي: احسب كمية الطاقة التي يوفرها هذا الفطور اعتمادا على جدول تركيبة الأغذية الورد بالوثيقة عدد 9. إذا هو ريتول جدول هذايا، الوثيقة هذه 9 تركيبة الأغذية صفحة 61. ما عندكم كتاب مدرسي ولا لا؟ إذا عندكم كتاب مدرسي تقوموا لي بالتمرين هذايا، تمرين مدمج صفحة 64، وتمشيوا للوثيقة 9 تركيبة الأغذية صفحة 61. باش نفسر لكم معناتها بسرعة باش تعرف كيفاش معناتها تتم القراءة. إذا أهم مصادر العناصر الغذائية، شوفوا مليح من فوق، عندنا 100 غرام من الغذاء. الجدول هذايا كل خاص ب 100 غرام من الغذاء. أولا وقع تصنيف الأغذية إلى مجموعات، مثلا عندنا اللحوم والأسماك والبيض، ثم الحليب ومشتقاته، الحبوب ومشتقاتها، البقول الجافة، مواد دسمة. باش معناتها إذا كان أي غذاء نحب نبحث عليه نمشي للمجموعة اللي ينتمي لها، ما نقعدش نلوج. الحليب نمشي للحليب ومشتقاته، الزبدة نمشي للحليب ومشتقاته، فهمنا؟ إذا القراءة هنا قراءة الجدول هذه تكون قراءة أفقية. كيف ذلك؟ لاحظوا جيدا، البروتيدات بالغرام، الدهنيات بالغرام، السكريات كيف بالغرام. مثلا ناخذ مثال لحم الخروف، 100 غرام من لحم الخروف، ديما راهو 100 غرام، ردوا بالنا. 100 غرام من الغذاء، 100 غرام من لحم الخروف قداش توفر لنا؟
وفرنا 19.8 غرام من البروتيدات و 12.4 غرام من الدهنيات و 0 غرام من السكريات. الطاقة 100 غرام من لحم الخروف توفر لنا 190.8 كيلو حرارة. سنمر إلى العناصر المعدنية بالمليغرام. إذن بالنسبة للبوتاسيوم 100 غرام من لحم الخروف توفر لنا 380 مليغرام من البوتاسيوم، 180 مليغرام من الفوسفور، 10 مليغرام من الكالسيوم، و 2.7 مليغرام من الحديد. الفيتامينات، الفيتامينات كيف كيف بالمليغرام. الفيتامين سي أي 100 غرام من لحم الخروف توفر لنا 1 مليغرام من الفيتامين سي، 0.2 مليغرام من الفيتامين بي 1، و 0.25 مليغرام من الفيتامين بي 2، و 5 مليغرام من الفيتامين بي بي، و 0 مليغرام من الفيتامين أ، و 0 مليغرام من الفيتامين دي. شفتوا القراءة نتاع الجدول هذايا تكون قراءة أفقية. واضح؟ إذا نمشيو عنا ال بون باش مش باش لا باش باش نطلع نخلي الإصلاح للحصة الجاية. ايش معناها آثار؟ آثار معناتها كميات صغيرة جدا. فهمنا؟ صغيرة جدا. فهمنا؟ باهي الجدول هذايا معناتها تعتمدوا الوثيقة 9 صفحة 61 تركيبة الأغذية للإجابة على السؤال اللي ذكرناه منذ حين. نعاود نذكر بالسؤال. احسب كمية الطاقة التي توفر هذا الفطور اعتمادا على جدول تركيبة الأغذية الورد بالوثيقة 9. كيف يمكن احتساب الطاقة؟ أنتم مش تفكروا في السؤال. تجاوبوا عليه المرة الجاية لازم باش ناخذ محاولات وتعطوني الإجابة. سمعنا ولا لا؟ واضح؟ هل هناك أسئلة؟ لا. شكون عنده سؤال؟ لأن الحصة انتهت. فوتنا الساعة ونص تو. هل هناك سؤال؟ لا سؤال؟ إذا نتمنى الحصة عجبتكم ونالت إعجابكم وأشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.